مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أجل الكويت. موضوعنا اليوم عن الثقافة. الكويت ودول كثيرة تدرك أهمية الثقافة كأحد الأسلحة لمحاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وتسعى إلى رسم استراتيجية تجمع بين التربية والتعليم والثقافة لتنشئة الجيل الصاعد على قيم التسامح والحوار، وأن قوة الشخص بالحجة وليس بالسلاح، تحتها 100 خط. الثقافة تشمل جميع المعتقدات والأحكام والأخلاق والمعارف والمثل، وأيضا المهارات والسلوك، وهي القوة الحافزة للبناء الحضاري والإبداع والثقافة الإسلامية. وعلى عكس ما يكيد الإرهابيون، فهي ثقافة ربانية المصدر، ثرية بقيمها النبيلة، قادرة على التواصل مع غيرها من الثقافات وعلى بناء جسور التعايش والسلام. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الرميحي، استاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت. رحب فيك دكتور. أهلا وسهلا في برنامج من أجل الكويت، ونورتنا. أهلا وسهلا. بداية مشاهدينا الكرام، نتوقف مع هذا التقرير ونرجع إلى ضيفنا دكتور محمد الرميحي بالاستديو. الإنسان بطبعه اجتماعي، يميل إلى الاختلاط والاتصال بالآخرين وإلى الاندماج في مجموعة تتماشى وميوله وسلوكه، وفي الحالتين يكون ثقافة ومجتمعا على رأسه القادة والمثقفون والرياضيون وغيرهم ممن يشكلون الرأي العام والتوجهات. وعلى ضوء عطاء المثقف يتلمس المجتمع طريقه نحو التحرر والتقدم من خلال سلوك قويم يرشده عقل مشبع بالعلوم والأفكار المعتدلة. وهذا النوع من الثقافة يعبر عن الحياة، لكن هناك ثقافة أخرى تخرج من ظلمات وسلبيات أي مجتمع، وهي ثقافة الموت. غذاؤها التطرف والجهل والدم، ووقودها شباب يعانون ظروفا اجتماعية ونفسية معقدة، وعناصرها مجتمع شاذ فكريا وسلوكيا وحتى دينيا. ثقافة الموت تشق طريقها بين شباب مشوش فكريا ومهتز نفسيا، غابت عنه الأنشطة الثقافية التنويرية، فشكل ذلك الغياب فراغا استغله عتاة الجرم والتطرف من خلال التدين والدين، وهو منهم بريء. لقد استغل عتاة التطرف الفراغ العقلي لبعض الشباب وملأوه بثقافة الانحراف ورفض الآخر وتجريده من معاييره الإنسانية، بل وتكفيره، حتى يبيحون قتله وفق مخططهم المدعوم من جهات خبيثة تسعى لإلصاق العنف والتطرف بالدين الإسلامي وشريعته السمحاء والوسطية. والآن على المثقفين ودولهم التحرك والتوجه مباشرة لمخاطبة الشباب والتعرف على ظروفهم ومساعدتهم حتى لا يقعوا بين أيدي عتاة التطرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم من أجل الكويت، ونرجع إلى ضيفنا دكتور محمد الرميحي ونسألك سؤال. الإرهاب يستهدف الوعي والعقل والحياة، كيف نحاربه ثقافيا؟ أنا أعتقد السلاح الأهم في محاربة الإرهاب هي الثقافة. كل الأسلحة الباقية هي ثانوية وموضعية، يعني مؤقتة، لا يمكن حقيقة أن تؤثر تأثير كبير، لأن هذا الإرهاب هو يبدأ في عقول الناس، في عقول البشر. وإذا بدأ شخص ما بتأكيد فكرة معينة في ذهنه، وبالتالي يصبح هذا شخص موجه، يفعل كما يريد ذلك الموجه أن يقوم به. لذلك الثقافة بمعناها الصحيح هي إعطاء هذا المواطن أو المواطنة شيء من الحصانة التي يعني تمنعه من الدخول في ذلك الطريق الشائك. وهذه الحصانة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تعليم جيد، ومن خلال إعلام أيضا جيد، ومن خلال منزل، بيت، أسرة. ولكن هذه الثلاثية تحتاج إلى مستوى من الحرية عالي، لأن الإرهاب درجات، وأخطر ما في الإرهاب هو ليس المفجر، أخطر ما في الإرهاب
هو الإرهاب الفكري الذي يقول لك أن أنت مسلمة أو غير مسلمة أو أن هذا كافر أو هذا غير كافر إلى آخره، وبالتالي يتقوقع الناس على ما يفكروا فيه ويبدأ يعني الأمر تحت السطح وينتج هذا الإرهاب. الإرهاب مثل الشجرة، زرعها بسيط ولكن اقتلاعها صعب. لهذا السبب كما ترين احنا في هذه المنطقة الحقيقة نعيش في عاصفة من الإرهاب، وهذه العاصفة موجودة لدينا في الشمال، سوريا، العراق، لبنان إلى حد ما، وفي الجنوب، في اليمن، في ليبيا، في أماكن متعددة، وصار أيضا يعني إلى العالم. كيف نقوم بتحصين بلدنا في الكويت من هذا الإرهاب؟ أنا أعتقد عندنا إحنا بعض الأدوات الأولية، ولكن هذه الأدوات الأولية ليست مستغلة الاستقلال الذي يجب أن يكون. في تقديري يعني الكويت تتمتع بحريات، وهذه الحريات يجب أن يعني نستفيد منها من أجل طرح الفكرة والفكرة المضادة. يعني هذا الشخص الذي حزم نفسه بحزام ناسف وذهب إلى مسجد مؤمنين يقوم بالصلاة في يوم الجمعة في رمضان، وأبرياء يعني ليس لهم علاقة بهذا أو ذاك من القضايا. هذا يمكن أن يحدث أيضا في مكان آخر، إذا كان هذا مسجد شيعي فيمكن أن يحصل في مسجد سني، خاصة وأن الإرهاب لا دين له، هو ينظر للجميع بأنه لا دين له. نعم، بس يعني عندما يعني نحتاج الحقيقة أن نسبر غور هؤلاء الناس وكيف يفكروا، يعني بالتأكيد في ردود أفعال على ما يحدث في المنطقة. وفي عاملين أيضا يساعدوا على هذا الأمر. العامل الأول هو الجهل، يعني نحن لم نقم بما يجب علينا أن نقوم به في مدارسنا وفي جامعاتنا بأن نعلم الناس كيف يمكن أن يفكروا بشكل مستقل. وفي مع الأسف العامل الثاني هو التوظيف السياسي، يعني هناك توظيف سياسي وتحشيد بأشكال مختلفة من أجل الكرسي هذا أو الكرسي ذاك، يعني المصلحة هي التي غلبت على مصلحة الوطن. بالتأكيد يعني هذا النوع من الحشد، كلما يعني الإشكالية التي تواجهنا هي أن التشدد يخلق تشدد مضاد، فكل ما كان هناك تشدد كل ما كان هناك تشدد مضاد. في المجتمع يعني حجم كبير من المستقلين، يعني لا إلى هذا وإلى ذاك، ولكن هذا المستقل إذا وجد هناك تشدد فأنت تجرحيه في شعوره الديني أو المذهبي فيذهب إلى التشدد الطائفي، والعكس صحيح. وكما قلت أيضا هناك استفادة سياسية على مستوى المنطقة واستفادة سياسية على مستوى الداخل. وهذا الحديث الحقيقة من سنة 2001، يعني منذ الجريمة الكبرى في الولايات المتحدة، وكثيرون منا يتحدثوا على أهمية أن تكون الثقافة هي المعركة الحقيقية. لأن الثقافة تعني كيف أستمع أنا إلى الآخر وكيف أناقش تقبل الرأي الآخر وأناقش الرأي الآخر. يعني كعملك دكتور محمد كأمين عام للمجلس الوطني للثقافة والفن والآداب، سابقا جدا لكنها تاريخ لا يمكن نسيانه، من 98 إلى 2003، وأيضا سعيكم في عام 2000 بأن تكون الكويت عاصمة الثقافة العربية، هذا كان دور كبير لنشر الثقافة. يعني المجلس الوطني للثقافة والفن والآداب، لجنة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، ولجنة مختصة بالثقافة في مجلس الأمة، حتى المكاتب الثقافية في الخارج لها دور كبير، بس ما هي طبيعة دور الجهات هذه في نشر مفهوم الثقافة؟ يعني إذا أردت وجهة نظري في هذا الموضوع، فإن أولا إحنا لدينا تراث في الثقافة، يعني تراث كويتي في الثقافة، والثقافة بمعناها الشامل، يعني في الموسيقى، في الغناء، في المسرح، في الكتابة، ففي عندنا ثروة الحقيقة من هذا، وأنا أسميها دائما اللي هي يعني السلاح الناعم.
الذي يمكن أن نستفيد منه. يلتمس الوجدان. في السنوات الأخيرة بسبب الاحتلال وتأثيرات الاحتلال وأيضا الظروف الصعبة جدا اللي مرينا فيها سياسيا جعلت ربما من الدولة لا تلتفت أو يعني لا تهتم أو ليس في أولوياتها الموضوع الثقافي. الموضوع الثقافي اللي نذكره احنا مثلا كتلاميذ للمرحوم الاستاذ عبد العزيز حسين، الاستاذ احمد العدواني، وطائفه كبيره من الاخوان الذين قاموا بجهد طيب، وفي حقيقه الامر بنوا منارات متعدده، منها مجله العربي، منها عالم المعرفه، منها كل هال، ولا زال التاثير الكويتي الثقافي مهم واساسي. إنما نحتاج إلى تنظيم هذا التأثير، نحتاج الآن إلى أن ربما، وهذا موضوع أعتقد مهم، ربما نحتاج إلى وزارة الثقافة تحتها كل هذه المظلة، وأن تؤثر تأثيرا إيجابيا في هذه المنظومة الثقافية العربية. دكتور، أنت تعتقد أن إحنا الحين نفتقد إلى الأمسيات الثقافية والشعرية لنشر فكرة تقبل الآخر وتنوير العقل ثقافيا؟ يعني كل ما طبعا أنت كل ما اتسعت دائرة الثقافة والمعلومات تتعرفي على أشكال مختلفة من التوجهات وأشكال مختلفة من الآراء ووجهات نظر. احنا طبعا نقول دائما في علم الاجتماع ان الشخص الذي لا اعرفه غير موجود. يعني لو ما كنت يعني تعرفيني انا في السابق ما كنت موجود بالنسبه لك. فالمعرفه مهمه واساسيه، والمعرفه نسبيه، يعني لا توجد هناك معرفه مطلقه في كل يعني في السياسه وفي الثقافه وفي الامور الاخرى. وأيضا موضوع التعددية، يعني قبول التعددية هذا مهم جدا. إحنا حقيقة كبشر مختلفين في المشارب وفي توجهات وفي الآمال وفي المذاهب أيضا، يعني وهذا شيء أزلي راح يكون، وهذا شيء أزلي وطبيعي جدا، وكنا موجودين، يعني كانوا آبائنا وأجدادنا موجودين في هذا الحقل وسوف نظل نحن في هذا الحقل وتعايشنا معاه في منتهى الهدوء. اشمعنى الآن في هذا الموضوع؟ قلت أنا الآن للسببين. أولا خفوت الثقافة الإيجابية، أو ثلاث أسباب خفوت الثقافة الإيجابية: الجهل بسبب هذا الخفوت، والتوظيف السياسي. فهناك يعني مجموعة من العوامل وصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن، إلى درجة أن المخاوف صارت واسعة. وأنا تقديري بأننا نخطئ خطأ كبير إذا اعتقدنا بأن الإرهاب سلاح معالجته هو الأمن. الأمن هو آخر حقيقة ما يجب أن نلجأ إليه. علينا أن نلجأ إلى الثقافة وإلى الفكر وإلى الحوار في المجتمع. طبعا بما أن حضرتك دكتور ركزت على أن المحاربة هي يجب أن تكون فكريا، لأن السلاح البشري هو أقوى من أقوى من ألف سلاح. أيضا كيف برأيك نشجع الشباب على الثقافة على حسب موهبته؟ هل نبدأ بالمدرسة؟ أنا أعتقد المدرسة مهمة جدا، يعني في البيت مهم، يعني وبالتالي الأم والأب ووجهات نظرهم، الجيرة أيضا مهمة، المدرسة مهمة. المدرسة فيها عاملين، يعني في البعض يركز على عامل المنهج، وأنا أعتقد أن المنهج مهم ولكنه جزئي، إنما بجانب المنهج هو المدرس أو المدرسة. فأنت إذا كان المدرس أو المدرسة متشدد أو متعصب أو محدود الثقافة، فأكيد سوف ينتج يعني شباب أو شابات على شاكلته، وهذا أمر تجاهلناه فترة طويلة نحن في الكويت، وتجاهله البعض الآخر أيضا في مناطق مختلفة من العالم العربي. الآن صار في حديث عن هذا الموضوع اللي هو إصلاح التعليم، هذا مهم جدا. كما قلت أنا في بداية الأمر أن الإشكالية التي نواجهها هي الإرهاب الثقافي. إذا يعني إذا كان أنت لك رأي فأنا أقوم بقمعه. كل ما كان في رأي لشخص ما يسهل في مجتمعنا تصنيفه، إذا كان هذا أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر،
وبالتالي نصل إلى ما يسمى بقتل الشخصية. وعندما نقتل الشخصية فنقول للمحيط أن هذا لا تستمع إليه، لأنه هو يقول قولا خارجا عن التفكير السليم. مع أن اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، لكن هني يفسدها يدمرها. المفروض هذا، ولكن مع الأسف هذا غير محقق في ظرفنا الحالي. يعني دكتور، اختزال مفهوم الثقافة بالأدب، ودراسات أيضا كانت قليلة تناولت موضوع الثقافة، وأيضا عدم كفاية توثيق الاتجاهات الفكرية المبكرة في الكويت، لا سيما في المراحل، لو نتحدث بالمراحل السابقة من القرن الماضي، هل العوامل هذه تعتقد ساعدت أو أثرت على الحركة الثقافية في البلاد؟ يعني قد تفاجئي عندما أقول لك بأن مفهومي أنا للثقافة مفهوم بسيط. وأنا أقول دائما لطلابي وطالباتي أن الثقافة في تصوري أنا، وهو مفهوم رمزي، الثقافة في تصوري أن مثل ما تمر أنت على فترينات لمحلات فيها بضائع مختلفة وجميلة. ففي بعضنا ساعات يحاول أن ينظر أقرب إلى هذه البضاعة فيطق رأسه بالزجاج. حصلت ليش؟ وبالتالي هاي الثقافة، بمعنى هذا طبعا المعنى الرمزي، بمعنى أن الثقافة تدفعنا إلى، هي يعني هي غير، هي موجودة حولنا ولكن غير ملموسة. نعم. تدفعنا إلى عمل شيء أو تمنعنا من عمل شيء. وبالتالي الثقافة هي الملابس، هي الأكل، هي الحديث، هي المنطق، هي القبول بالآخر، سياسة التعايش، فهم العالم كما هو. يعني لا يوجد بلد فيه يعني شكل واحد من الناس، لا توجد عائلة فيها أخوين متشابهين. فهذا أمر الحقيقة يجب أن نفهمه وأن نعرف بأن هذه الثقافة هي التي تقوم بتحديد حركتنا بشكل أو بآخر. في كثير من الناس يعني يمشي مع الجمهور، يعني الموضة السنة هذه الحجاب، إذا نتحجب. الموضة السنة هذه إطلاق الذقن، إذا نقوم بهذا. وليست إيمان بهذا. وليست إيمان. ثم يعني هو والظاهر مثلا أن العفة، ولكن العفة هي في داخل الصدور وليس في الشكل الخارجي. نعم. الكرامة، صار تأثير قصدك أنه هذا يكون تأثير شكليا. تأثير الثقافة الشكلية. الأمانة هي في الصدور وليست في الذقن الكبير. نعم. وبالتالي الناس تفاجأ بأنه والله هذا شكل مطوع وبعدين يكذب مثلا، ولكن هذا البشر. وممكن نقول أن هذه أيضا بعض سياسة الإرهاب المتطرف، بأنهم يظهرون ما لا يبطنون، وكان صحيح. الستار لهم هو ستار الإسلام، يعني هو الدين براء ليس من له تفكيرهم. لا، هؤلاء ليس لهم علاقة بالإسلام. يعني نعم. كل النصوص الموجودة في القرآن، يعني يكفي أن نقول بأن من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا، في أكثر وأعمق من هذا المفهوم. نعم. يعني أيضا هل تعتقد برأيك بأن دور علماء الدين والمثقفين المؤهلين في أن يبينون الإسلام الصحيح مغيب؟ يعني أنا عندي وجهة نظر في موضوع علماء الدين، لأن الإسلام ليس فيه كهنوت. الإسلام ليس فيه كهنوت، يعني من أشهر المفاهيم التي تقول استفتي قلبك، يعني مجرد ما يكون الشخص واعي وفاهم وقارئ في الإسلام يستطيع أن يستفتي قلبه. نعم. وليس بالضرورة أن يعود إلى شيخ دين حتى يقول له يعني مناسك العمرة أو الحج أو الصلاة أو الصوم أو إلى آخره. وبالتالي أصبحت مع الأسف الشديد، واعذريني على التعبير، بأن بعض يعني بعض، وأشدد على كلمة بعض، المتعاملين في الدين أصبح بزنس. وأنت تشاهدي وتأتي لك يمكن على التلفونات أنه اسمع فلان أو لا تسمع فلان. صح. إلى آخره. وكميات الإفتاء الغريبة، وهذا ينطبق عليه القول الكريم ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. طبعا هذه ظاهرة مذمومة. في الإسلام ليس هناك شيخ دين، في الإسلام هناك علاقة بين الرب والإنسان بين الرب وعبده. نعم.
نعم، يعني انزين دكتور شو اللي يمنع؟ مثلا بعض الناس يسالون يقولون شو اللي يمنع من وضع استراتيجيه شامله للثقافه الاسلاميه واصدار موسوعه معرفه وخاصه فيها؟ شوفي اليوم احنا عندنا مشكله، يعني موضوع الموسوعه ومن يقرا الموسوعه، وايضا يعني نسبه القراءه صارت محدوده. نعم. صار في وسائل اتصال تواصل اجتماعي، هذا يمكن التي هي مفتوحه، وكثير منها بأسماء مستعارة لا نستطيع حقيقة أن نفعل فيها شيء، ولكن كثير منها أيضا غث وليس سمين. وبالتالي يعني أنا أنصح مثلا إذا من يريد أن يستخدم التواصل الاجتماعي يذهب إلى الأسماء المعروفة، أنه فلان الفلاني هذا موجود. أيضا في هنالك حسابات وهمية، بس شلون ممكن نستغلها؟ كثير منها وهمي. أنا أعتقد موضوع أولا يعني نبتعد عن المعلومات التي تأتي من حسابات وهمية. ثانيا نستمع إلى من هم معروفون في المجتمع أو على المستوى الشخصي. ثالثا وهو الأهم هي الحصانة الداخلية، يعني أن نحصن جيل كامل من يعني الانضمام أو اتباع هؤلاء الناس المتشددين. طبعا إحنا لو نتكلم الحين بنسلط الضوء على مجلة العربي، 17 سنة حضرتك مسؤول عن مجلة العربي، ومجلة العربي أثبتت وجودها في إثراء الثقافة، وكانت جسر كويتي ثقافي عربي بشكل عام. برأيك شلون ساهمت في إثراء الفكر والحوار العربي الثقافي؟ يعني في وقتها العربي كانت متفردة، يعني ما كان في هناك منافسة. نعم. ما كان في الكثير من الآن أصبح فيه منافسات كثيرة، والمجلة مثل البني آدم إذا ما تتطور أيضا تضعف، يعني مثل أي مشروع آخر يعني. نعم. لذلك أنا أعتقد يعني أطالب من خلال اللقاء هذا أن ننظر، يعني المتخذ القرار في الكويت أن ينظر إلى موضوع الثقافة بشكل جدي. شلون ينظر لها بشكل جدي دكتور؟ يعني قلت أنا أن لا زالت هذه المؤسسات هي مؤسسات بعيدة عن بعضها، ليست غير موجودة تحت مظلة واحدة، يعني ليس هناك رؤية لماذا يجب أن تخدم. وأنا في رأيي أن هذه المؤسسات بما فيها الإعلام بما فيها المدرسة يجب أن تخدم الهدف الحضاري الإنساني الذي يتوخاه العالم. نعم. ولا ينظر إلى الماضي ويكرس أفكار القديمة. يعني أيضا إذا بنتكلم أيضا عن الإرهاب دكتور، سيعقد في مصر في نوفمبر مقبل مؤتمر دولي حول دور الثقافة في مواجهة الإرهاب، برأيك ما هي المحاور اللي تطمح أنها تكون موجودة في هذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أول ما كان يجب في تنهيدة كبيرة ما يجب تنهيدة كبيرة كبيرة جدا هي طبعا. أنا أعتقد أول ما يجب أن ننظر إليه هو الإصلاح الديني. إذا كان هناك شيء من هذا النوع، يعني فهم الإسلام على حقيقته وليس كما قدمه البعض في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. طبعا حضرتك كنت تتكلم بشكل كبير عن دور الإرهاب وطبعا الاجتماع السياسي، فبالتالي أنت محنك. لو أنا سألتك كمواطن أبي أعرف يعني منظورك حق مستقبل الشرق الأوسط في السنين القادمة، شرح أنا أعتقد إحنا مقدمين على سنوات صعبة. يعني حتى لا نضحك على بعضنا، هذه السنوات الصعبة مقدمين على الكثير من الفوضى، وبسبب أنه في الشرق الأوسط الآن مطروح مشروعين ولا يوجد مشروع ثالث. نعم. مشروع الأول هو مشروع الخلافة بأشكال المختلفة كما يظهر ويبرز لدى البغدادي. نعم. ومشروع ولاية الفقيه. أمام هذين المشروعين لا يوجد مشروع حضاري حديث، يجب أن نعمل على هذا المشروع الحضاري الحديث. نعم، أشكرك دكتور محمد الرميحي أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، مع أني أنا ما أخذت منك كل اللي أبيه بسبب النص ساعة، لكن أنا أحب أني أقتبس منكم مشاهدين الكرام كلمات من مقالة الدكتور، حيث قال أن التطرف الذي يقود إلى الإرهاب ينشأ في عقول الناس قبل أن يتحول إلى متفجرات في يدهم، والتطرف هو رسم الآخر المختلف جميعه في صورة شيطان وهو أصل الشرور في العالم. خلونا نكون إيد واحدة ونقاتل هالشر اللي اجتاح العالم. نشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم من أجل الكويت. مع السلامة.